اخ يا بطني قتلني جوا، شو اعمل؟ ما في اكل بالغابة. اها شو هذا الصوت؟ يا سلام، رح انصطح قد ما رح اوكل. ما اسمع يا حبيباتي، انا رايحة على المرعى اجيب لكم كل اللي بدكم اياه. ديروا بالكم منيح واوعوا تفتحوا الباب لاي حدا، بس اذا جيت انا وسمعتوا صوتي تفتحولي. ماشي؟ حاضر يا ماما. يا سلام، خليني استنى بس تروح امهم عشان اهجم عليهم واكلهم. اها هيها راحت، خليني افوت عليهم. مين على الباب؟ افتحوا يا حبايبي. مين انت؟ انا امكم، افتحوا بسرعه. يلا يا ماما، حيني بدي افتح لك. ما استني شوي، هذا الثعلب مش امنا. كيف عرفت؟ هسه بثبت لك. ماما جبتلنا الاكل؟ يا ماما افتحوا عشان اطعميكم. سمعتي صوت ماما ناعم، وهذا الثعلب صوته خشن. ما روح من هون يا ثعلب، امنا صوتها ناعم، كشفناك. اف فرطت من الجوع، وهدول العنزات طلعوا بيفهموا. شو بدي اعمل؟ ايوه ما الي غير صاحب الدب، هسه بروح عنده وباخد منه شوية عسل عشان يصير صوتي حلو وناعم. يعطيك العافية يا دبدوب. الله يعافيك يا حبيبي يا دبدوبي، بدي من عندك شوية عسل. ليش؟ خير شو فيه يعني؟ مش من عوايدك تاكل عسل يعني؟ عقبال عندك، واحد من قرايبي بده يتجوز وحبيت اغني بعرسه، فبدي العسل عشان صوتي ينعم ويحلو. ايوه الف مبروك. استنى استنى. مشيت عليه. امسك كل هدول. يسلموا يا دبدوب، عقبال ما اغني بعرسك. سلام. مع السلامة. هسا بدي اشوف اذا بيقدروا يفرقوا صوتي عن صوت امهم. مين على الباب؟ انا امكو يا عنزاتي. ماما ماما. واخيرا راح اكل اكل دسمي، عنزتين ملظلظين. ايه شو اللي صاير؟ ليش الباب مفتوح؟ عن ذاتي حبيباتي وينكم؟ ما البكا ما بفيد، لازم افتش عليهم، وانا حاسه انه الثعلب الماكر هو اللي ماخذهم. وقف عندك، اوعى تقرب عليهم. ابعدي من هون، بلاش اوكلك انت كمان. تعال كلني بس ابعد عن ولادي. لا بدي اوكلك واوكل ولادك. زي ما بدك، بس اول اشي تعال كلني انا، عشان ما بحب اشوف ولادي وهم بتاكلوا. غالي والطلب رخيص. ماما ماما منيح اللي جيتي وانقذتينا. لو انكم سمعتوا كلامي كان ما صار هيك. احنا يا ماما فكرنا انتي، لانه صوته كان ناعم. حتى ولو يا ابني، كان لازم تتأكد اول قبل ما تفتح الباب. على العموم ان شاء الله تكونوا تعلمتوا من اللي صار. يا ماما تعلمنا انه نسمع كلامكم وما نفتح لاي حدا.